أنا حالياً طالبة لغة إنجليزية سنة رابعة، ولما خلصت التوجيهي الحمد لله جبت معدل عالي، كنت فرع علمي برضو، وأي يعني كتير كتير إجتني أسئلة إنه أنت علمي ومعدل عالي فليش دخلت تخصص زي الإنجليش. فأنا الحمد لله دخلته لأني بحب الإنجليش ومقتنعة فيه تماماً، وهني الحمد لله طالبة امتياز. فأكيد أكيد لو رجع في الزمن مش حتردد خالص إنه أرجع أفوت كمان مرة إنجليش، إنه أختار هذا الاختيار كمان مرة.